بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. عزيزي، مين قال ان خصمك الضعيف تحترمه؟ لا، خصمك الضعيف اديله على عينيه. احنا لازم ندي يا باشا اخصامنا الضعفاء على عينيهم علشان نخوف اخصامنا الاقوياء. مانشستر سيتي بيكسر سبورتنج لشبونه 5-0 على ملعب سبورتنج لشبونه. كنا ضفت ايه؟ بس الحمد لله رب العالمين عرفنا نطلع بنتيجه ايجابيه، ونتيجه ايجابيه ايه؟ وباداء جميل جدا كمان. يعني لو دورنا على الاداء هنلاقي ان مانشستر سيتي الاداء بالنسبه له حاجه ثابته وواضحه. يا باشا احنا بتوع استحواذ، واحنا بنحبش الكره تكون في رجل المنافس، احنا بنحب يعني نستخلص الكره من رجل المنافس بسرعه يعني. ويا سلام بقى لو ربنا كرمنا وسجلنا هدف بدري بدري، يا المنافس ده يشوف اي يشوف مباراه ما يعلم بقى الا ربنا. وقد كان عزيزي رياض محرز قدر ان هو يسجل هدف في بدايه المباراه بعد اسيست من كيفن دي بروين. كيفن دي بروين اللي الكره شاطت، كيفن دي بروين كان واقف على الخط، كيفن دي بروين بصها لرياض، رياض سجل، قال لك لا كيفن كان اوف سايد. رجعنا الفار، لا المساك بتاع سبورتنج لشبونه كان مغطي. بس بقى تعالى الحمى حبيبي، تعالى 1-0 باول 5 دقايق، ده انت ليلتك طويله معانا. تعال خد الثاني اهو، الثالث اهو، الرابع اهو. بص يا باشا انا هديك على عينيك، انا قاعد فضيلك بالصلاه على النبي. الهدف الثاني رياض محرز لعب كره عرضيه، كره ركنيه لعبها، برناردو سيلفا راح واخدها وان تاتش. يا برناردو دول ولاد بلدك، عيب اللي انت بتعمله ده؟ لا ما عندناش عيب يا باشا، انا فرقه لا تستحي من اي حاجه بالصلاه على النبي. جبنا الهدف الثاني، نسكت بقى كده، نجيب الثالث. رياض محرز بيعمل عرضيه جميله، بياخدها في الفودن في الست ياردة وبيحطها براحته. كفايه يا رجاله كفايه، مفيش طيوف كده يا رجاله. لا 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 لا، احنا جايين نجيب الرابع بالصلاه على النبي. برناردو عايز يجيب هدف تاني، بيجيب هدف تاني يا باشا. انت جيت في جامع، احنا عندنا كان برناردو. معلش بس شوط تاني رياض، عايزين بس يعني نجيب جول لرياض. لا كفايه رياض جاب اسيست، عمل اسيست وجاب جول. هنفتري بقى؟ لا، عندنا رحيم كاكا عايز يجيب جول. كان نفسي ان هو ما يجيبش بصراحه، وندور على نص الملعب كيفن، او ندور على برناردو يجيب له التالت، او حتى ننزل جندوجان من على الدكه يجيب له هدف. بس هذا الخطا ما يجيبش جول، بس بصراحه سجل هدف خامس كويس والله. ننزل بقى تغييرات على مبيب، يعني ما ننهيش المباراه بولا تغيير زي الماتشات اللي انت بتنسى فيها التغييرات في الدوري الانجليزي. بيب جوارديولا فعلا قرر ان هو ينهي المباراه بشويه تغييرات كده. اولها الكسندر جورتشينكو مكان جون ستونز، وامريك لابورتو طلع ونزل مكانه ناسم ايكاي. مش عارف الحمد لله يعني ايكاي نزل ازاي وطلع كلين شيت، ربنا ستر. جاندوجان نزل مكان فيل فودن في الدقيقه 61، دينيو نزل مكان رودري في الدقيقه 75، في الدقيقه 73، ليام نزل مكان برناردو سيلفا في الدقيقه 85. بصراحه انا مع فكره ليام ياخد وقت، وهفضل اقولها في كل فيديو، ليام لازم ياخد وقت، ليام لازم ياخد وقت، ليام كان ينزل بدري عن كده. بس مش مهم، انت عامل لي اداء جميل ومخلص لي حرفيا الصعود من اول ماتش، فانا مش عايز منك اي حاجه بقى يا باشا. بس بصراحه رياض فتح لنا الباب والرجاله مشي وراه. رياض فتح المباراة اللي كانت ممكن تتصعب علينا، اللي احنا عارفين ان احنا فرقة نحس لما الدنيا بتقفل في وشنا، وبنلاقي ان احنا مش عارفين نسجل هدف اول، الفرقة بتكش، وبنلاقي ان كل واحد بيبص لبعضيه وبنلبس في الحيط. رياض سجل لنا الهدف الاول وقال لك يلا يا رجالة، والرجالة بسم الله ما شاء الله ما صدقوا وراحوا طالعين الطلعة معاها. مانشستر سيتي زي ما قلت لك خلصنا من بدري قدام سبورتنج لشبونة. بس رياض ولادنا حط البصمات بتاعته والرجالة كلها مشي وراه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فرأيك واحترم مبروك. انا معاك ان كلنا كنا بنتفرج على ماتش باريس سان جيرمان وريال مدريد، بس هنعمل ايه؟ احنا برضه مشجعين سيتي في الاول وفي الاخر، لازم نتكلم عن المباراه.